ما قلتوا لي شو اعتمدتوا؟ على الزبداني ولا على بلودان؟ على الزبداني، لا على بلودان. ما هلا انت وياهم على الطريق منقرب. امسكي بابا امسكي. شو قلتوا لي؟ وين نروح؟ على الزبداني ولا على بلودان؟ لا خليها على بلودان احسن. الله يخليك بابا. ايه على بلودان. انا بدي الزبداني مثلك بابا. انت ما دخلها اسكتي لما بحكي انت بتسكتي. شو هاد؟ شو هاد انت وياها؟ حاجه تتخانقوا. تركونا نحن منقرر. مو الاسبوع الماضي كان دور بلودان؟ ايه لا الاسبوع الماضي مو داخل بالدور لانه ما اخذتنا مشان السيران، طلعت بشغل. وشو فرقت يعني؟ المهم طلعنا طلعه. بصراحة أنا متفائلة كتير اليوم بمشوار بلودان. وليش بقى؟ لأني قريتها ببرجي الصبح. اختاري الطريقة الأصعب ولا تترددي ولا تدعي أحد أن يعرقل مسيرتك نحو الأعلى. وتفسير البرج واضح، يعني بلودان. وأنا كمان قريت ببرجي احذر الصعود إلى أعلى ولا تدع وساوس التسلق تسيطر عليك، ومن الحكمة أن تختار الطريق الأسهل. ومشان هيك أنا حابب روح على الزبداني عملاً بتوجيهات المتنبئ الفلكي. وأنا كمان برجي ما بيعاندني، وبرجي اليوم نصحني إني اتمسك برأيي وإثبت على موقفي، مو عند أو يباسة راس لا سمح الله، بس هيك البرج. وأنا برجي مكتوب لا تنصت لكلام الشريك ويفضل أن ترميه خلف ظهرك. وأنا بحب أعمل مثل ما قال لي برجي، مو تشنج أو تعصب لا سمح الله، بس هيك أنا ما بحب خالف برجي. زلحفي عم تقطع الطريق، كنا دعسناها بس ما صار لشي، مشي الحال. ولي كان رح يوقف قلبي من الرعبة. بابا خلينا نتفرج عليها. ايه بابا الله يخليك. حاضر بابا حاضر، لحظة بس. يا حرام، تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا، مسكينة مرعوبة كثير. يا الله ما أحلاها. بابا ليش خبت راسها لما شافتنا؟ هيك طبع الزلاحف بابا، بيشعروا بالخطر بيخبوا راسهم. ايه بابا مثل النعامة. ايوه مثل النعامة فرد شكل. تعرف عادل، أنا انشرح قلبي كتير من شوفة الزلحفة. ليش من شوفتي؟ مو مشروح قلبك بس من شوفة الزلحفة؟ لك لا مو قصة هيك، بس هدول الزلاحف مبروكين وبجيبوا الحظ الحلو. ايه سمعان هيك شي، قال في ناس بيحطوا زلاحف ببيوتهم مشان تفك النحاس وتستحضر الغايب. معناها اليوم أكيد مشوار نحن لأنه تصبحنا بالزلحفة. ايه إن شاء الله يا رب. شايف ما أحلاها بابا؟ فعلا معك حق، حلوه كثير بس صغيره شوي. لك شو صغيره؟ الزلاحف بعيشوا اكثر من 200 سنه. إيه لك شايفه هالفرتوكه هي يلي مو معبي عيني؟ هي بجوز يكون عمرها 40 سنه، يعني من جيلك تمام قد منك. لطيف دخيلك يا لطيف على مسحك شو تقيل. بابا الله يخليك، خلينا ناخذها معنا على البيت. ايه بابا الله يوفقنا نربيها عنا بالبيت. هو ما في مانع،
بس وينك؟ والله خايف نتلبك فيها. معلش عادل، خلينا ناخذها، بركي من الحظ على وشها شوي. طيب ما في مانع، باخذها بس على شرط. شو هو؟ اليوم نروح على زبداني، الجمعة الجاي منروح على بلودان. يا لطيف يا لطيف، شو انتهازي. طيب شو رأيك نعمل قرعة؟ شلون يعني؟ نحط الزلحفة على الأرض، إذا فتلت على اليمين يعني بلودان، وإذا على اليسار يعني على الزبداني. عظيم جدا، وأنا موافق على كل شيء بتقرره الزلحفة، لو أرجيكي إنه برجي هو الأصح. تفضل. هات بابا، هات من إيدك لإلك، هات. سبحان الخلاق، لساتها مرعوبة. ها يا رب تروح يمين، إن شاء الله تروح شمال. طولوا بالكم عليها ليحمد دمها ويجيها الإلهام. ها مدت راسها، ها فتلت على اليمين يعني على بلودان. قلت لك برجي ما بيخيب، ما صدقتني. ماشي الحال، على بلودان على بلودان. امشوا لنشوف. ليكون زعلت لأنه بدنا نروح على بلودان. لا ليش لأزعل روحي؟ الله سبحانه وتعالى كاتب لنا إنه نروح على بلودان، ومشان هيك بعت لنا هالزلحفة حتى ترشدنا على الطريق الصحيح. مو هيك؟ بعدين هي الزلحفة مو مثل أي حيوان تاني، يعني مو مثل الحرباية وأبو بريس، هي الناس بتباركوا فيها. أنا واثق من هالشيء حبيبتي. بابا شو بدنا نسميها؟ والله يا بابا أنا فكري نسميها لينا على اسم أمكم. وليش ما بتسميها ظريفة على اسم أمك؟ بابا أنا بسميها كساندرا. إيه فعلاً اسم حلو. خلاص من هاللحظة صار اسم الزلحفة كساندرا. يعطيك العافية يا أخ. الله يعافيك، أهلين وسهلين فيك. عزوز ولو على عيني. شي أربعة كل، الله يرضى عليك. باردين بس. حاضر. تعا بابا تعا اشرب كلها، تعا. يلا جاي. تفضل أستاذ. يسلموا دياتك. دياتك. تفضل بابا. تعي سناء. سناء ليش قاعدة بالسيارة لحالك؟ تعي بابا اشربي كازوز. بدك ايش هو هاد؟ قلنا لك بدنا اياهم باردين. هدول باردين استاذ. ولك دسها عيني دسها، مثل النار، مثل اعصان الحمام. شو بدنا نعمل استاذ؟ الله وكيلك، الكهرباء مقطوعه من امبارح. يعني معقوله منطقه سياحيه مثل هي يقطعوا فيها الكهرباء؟ ولك حبيبي انا شو بدي بهالقصص المعدتي؟ انا طلبت اربعه كلها بارده، ما عندك كلها بارده؟ المفروض تحكي، مو تفتحهم وتعطينا اياهم، فتحهم وحطنا تحت الامر الواقع. بسيطه استاذ، حقك علينا هالمره. خود من بلعت معي، خذها. ولا انا. قديش بتريد؟ خليه علينا، مو محرزة. معلش حبيبي، انت بتحرز. قديش بدك؟ خلاص هات 160 ورقة. قديش؟ 160 ورقة. ليش قديش حق العلبة؟ هلا محرزة فاصل مشان اربع علب كلها. الاسعار هون سياحية استاذ. حبيبي الاسعار السياحية بالمطاعم والفنادق اللي فوق، مو عندك. يعني كمان البسطات بدها تاخذ اسعار سياحية؟ اما سمعي. يعني شو الفرق بيننا وبينهم؟ خلاص ما بدك تدفع، مو مشكلة، اعتبرها ضيافة. لا حبيبي ما بدي ضيفني ولا ضيفك. خود هي 160 ليرة. يعطيك العافية. الله يعافيك، تعكر مزاجي فعلا. يلا بابا يلا خلصني. عجي اطلع. وينك كساندرا؟ كساندرا وينك؟ شو وينها؟ لا شاء الله العظيم، اصدق قصة انت وياها. كساندرا كساندرا ما بطولة من هون. كانت ناقصتني كمان. تعي شو عم بصير هون؟ تعي ما في شيء. سلامتك، كنت عم دور على كساندرا. عم الدولة كلها سخنة. وليش هيك عم تحكي معي؟ قل لي لشوف، كنتوا حاطين حزام أمان وانتوا ماشيين بالسيارة؟ ايه طبعا. لك انا ما بمشي بالحزام ابدا. وشو بيثبت لي انك كنت حاطط حزام امان؟ ولك حبيبي بس طلقطني بالجرم المشهود وانا سايق السيارة ومالي حاطط حزام امان، ابقى خالفني. بس هلا انا برات السيارة، اربط لك حالي وانا برا كمان. تعمو
جيب كاساندرا معي. منو هي كاساندرا؟ اخته؟ اخته زلحفته. تمام، قول لي لشوف. بابا كان مسرع بالسيارة وانتو جايين قبل ما تشتروا كازوز؟ ايه، بابا سريع كتير، سبق كل السيارات. لك انا سريع؟ ها، متجاوز السرعة النظامية وإلك عين تحكي كمان، بدي خالفك. لك أنا السرعة هاي؟ الطريق طلوع، مالك شايفه؟ شلون بدي اطلع بسرعة؟ حبيبي انا هذا الكلام ما جبته من عندي، ابنك اللي حكى. هذا طفل صغير ما بيتاخد بحكيه. وإذا كان طفل يعني؟ هدول عصافير الجنة، هدول الناس الصادقين مو نحنا. هلا ليشك عم تتبلاني؟ قول شو بدك يا حبيبي. ما بدي شيء، سلامتك. لا قال لي شو بدك، قول. لك فصاح على القصة، ما شاف شيء بعينه وخالفني. أنا شرطة الطرقات أصحابي وكلهم أوادم، بس مثلك بصراحة لا شفت ولا عيني رأيت. خاطرك بدك شيء؟ قول. سيك. ما كان يقول. خاطرك اطلعوا بابا على السيارة، اطلعوا. وينك كاساندرا؟ ليك عليك بابا. اطلع بابا اطلع. ولك بابا هلا ما رح تعرف تمسك حالك على بين ما نصل لشي مطعم. وقف له هون شوي حد الحرش. وهي وقفنا. زين بابا، زين خلصنا. زين لشوف شو اخرة هالسيران. روح لعند امك. طول بالك شوي، ما صار شي. لك شو طول بالك؟ واحد استسوحنا بالسعر والثاني بلانا بالمخالفة، شو بدك يصير أكثر من هيك؟ بدك الدنيا تتطربق فوق راسنا يعني؟ ليكو الثانية ليكو. العافية. الله يعافيك. ليش واقفين هون؟ ما في شيء، عم نشم هوا. شو بشم هوا؟ ما بتعرف الوقفة ممنوعة هون؟ ممنوعة؟ لا ولا ما بعرف. بعدين حرش هاد يا أخي، غابة يعني. يعني هون ما في لا سفارات ولا دوائر حكومية ولا مؤسسات ولا بيوت مسؤولين، بقى ليش ممنوعة الوقفة؟ عيني مو شغلتك هي، طلع بسيارتك وتيسر. يا أمرك طالع، بس ما بده يرجع الولد وأمه؟ ليش وينه؟ جوا بالحرش. يعني انت اكبر قدر، الولد انزحم. ايه فات يدبر حاله جوا. اكتب ضبط قوام عارف تمر سيدي. وليش لحتى يكتبني ضبط؟ بعد كل هالعملة وعم تسأل ليش الضبط؟ اما لا ابنك المصون قرن يعملها غير هو؟ ليش شو في هون؟ برية داشرة. هاي الغابة مخصصة للمعلم ليجي يصطاد فيها حجر. انو حجر؟ قصدي انو معلم. مو شغلك هاد. اسلخ الضبط عارف تمر سيدي. لسه بيقول اسلخه. أخي قبل ما تكتبوا الضبط، عفوا يعني عدم المؤاخذة، منو أنتو؟ نحن حراس الأحراج والغابات. أيوة، يا أهلا وسهلا، تشرفنا. بدكم شيء؟ لا ما بدنا شيء. أمانة، أمانة الله ورسوله، إذا بدكم شيء تقولوا، لأنه في بعض الناس بدهم شيء بس بيستحوا يقولوا. ما بدنا شيء. أعطي الضبط. تفضل. هالمخالفة هي تندفع بوزارة البيئة. أمنتوا بالله على النهار، أمنتوا بالله على هالنهار، منحوس من أوله. لك يلا بابا، يلا خلصوني، طلعوا على السيارة. وينك كاساندرا جايبة معاك؟ ما أخذتها معي. لك وينها؟ كاساندرا؟ كاساندرا؟ ليك ليك بالسيارة مع أختي. عجلوا لكان عجلوا قبل ما تنحدف علينا الشيبلية من السماء. ما
على مهلك شوي، ليش مسرع؟ سيران هاد مو سباق سيارات. ايه قلتك سيران، اللهم يجعله سيران. لغيري لي هالشريط بنصير على راسي. هلا عيني شو بتحب تسمع؟ حطي لي هاني شاكر، غلطة وندمان عليها. ايه ما عم يطلع الشريط، يمكن علقته المسجلة. علقته المسجلة؟ شكلس لأنه كنتوا حطوا بحلقها شي حبة شكلس ما كانت علقته. لينا الجماعة اللي شفناهن ورا مو جيراننا بيت أبو راس؟ بلا هدول هن. وقف 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 عدل شوي. لك شو وقف؟ قال وقف، ناقصنا لأنه بيت أبو راس. وقف شوي. السلام عليكم يا شار. وعليكم السلام والإكرام يا أهلين وسهلين ومرحبتين. ليش واقفين على الطريق؟ الله وكيلك يا مدام، صرنا ساعتين واقفين على الطريق. مرحبا جار. اهلين وسهلين. كنا طالعين على البلودان وقام تعطل الميكرو فينا هون. كل الركاب دبروا حالهم الا نحن سهينا بهالطريق، لو ما شفناكم كنا مكفين على البلودان مشي. لا شو مشي، ولو بتطلعوا معنا تفضلوا. بس يا ترى بنسعوا معكم؟ لك بتسعوا بتسعوا بتدبروا حالكم. يلا اطلعوا بابا، اطلعوا اطلعوا قدام خالتكم، لا تعذبوها. اطلعوا. اطلع ابراهيم. لا اوام اوام بابا اطلع. ايه يلا. مشان الله لا تواخذونا يا جماعة، بس نصيبنا اليوم نلتقي فيكم. شوفي النصيب شوفي. بابا ما عاد في محل كساندرا، وين بدي حطها؟ لك تفشها تحت الطاولة هلا، تحت المقعد هلا، كساندرا. مشان الله بدك ما تاخذنا يا جار، لبكناك. لا ولو. سامحك يا جار، لو قلتولنا من الأول إنكم طالعين على بلودان كنا طلعنا معكم ووفرنا على حالنا العذاب. شايف جار شايف؟ حقك علينا هالمرة. بعدين كنا منتسلى على الطريق، حاكم السيران بده جمعة. صحيح، وين لقيتوها الزلحفة؟ هون على الطريق، نيالكم شو حظكم حلو. شو جار؟ شو القصة؟ ليش هيك عم تنتع سيارة؟ ما بعرف شي بعرفني، هلا ما كان فيها البلاء. أوف، خير إن شاء الله. شو هاد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا وقتك أنت الثانية. انزلوا أخي انزلوا، أكيد هذا من التقل. انزل انزلي. جنزير صدر استاذ. شو هالحكي؟ جنزير الصدر. كساندرا بابا، وين كساندرا؟ ما عم لاقيها. لك بابا حل عنا هلا يا. والعمل اخي هلا. شفتي كساندرا سنا؟ لا ما شفتها. ليش ما كانت معك استاذ؟ هي ما بتصلح هون، مش حاضر عندي على الورشه على بلودون.
ودخلك ببلودان بورشتك في جنزير صدر؟ مو مشكلة مدبر لك واحد. وشلون بدنا نشحطها هاي؟ حديث المعنى.